ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم بفيديو دمار. تمام، صلى على النبي. دلوقتي يا قلب اخوك جايب لكم النهارده طريقة عمل. دلوقتي يا جدعان، الطريقة سهلة جدا جدا جدا، والفيديو مش هيكمل 3 دقايق، بس انا عاوزك تقدر في الفيديو ده يا قلب اخوك، تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة لو مش مشترك. تمام يا قلب اخوك، تابع الفيديو من اول لاخر عشان تفهم الشرح. دي قناتي الاولى، تمام، ودي قناتي التانية بتاعت الشرحات اللي انا هنزل لك عليها الفيديو. يا ريت يعني نوصل 1000 مشترك هنا يا قلب اخوك، ناقص لنا اهو 200 مشترك. تمام، عشان انا بنزل حاجات حلوه وكتيره وهتعجبك. تمام يا قلب اخوك، دلوقتي هنخش على سكتش وير. تمام، ركز معايا الشرح خطوه بخطوه. تمام يا قلب اخوك، هتبدا ان انت عامل مشروع، هتكتب مثلا شحن شداد بابجي مثلا، انت هتعمل المشروع بقى اللي انت عاوزه. تمام، وهتحط صوره، استنى احط صوره ارجع لكم. مثلا يا قلب اخوك انا حطيت ديت. تمام، بعد كده تخش عليه كده بالمنظر دوت. انت مش هتحتاج تعمل اي حاجه هنا. تمام، ممكن تصمم واجهه عادي، ممكن ما تصممش، براحتك. تمام، فانا هعمل شويه حاجات مثلا في الصفحه. تمام، وركز في الفيديو عشان اقولك على تريكايه جامده هتعجبك. هنحط لينر في، هنعمل ماتش برينت. تمام، هبدا ان انا انزل هنا، اعمل مثلا لون الخلفيه مثلا اعمله اسود. تمام يا قلب اخوك، هتيجي هنا تكست فيو، بعد كده هنا هتعمل الجاذبيه، بعد كده هتكتب نص، هتكتب هنا اسم القناه بتاعتك مثلا. هو مش لازم ده كله، بس انت الاحسن ان انت تزود في البرنامج مثلا. يعني تمام، هننزل ام جي. تمام، بعد كده هنعمل الجاذبية، وهنبدأ ان احنا ندوس على الصورة ديت، ونحط الصورة اللي على مزاجنا. تمام، هاجي هنا عند الجاذبية الخلفية ديت، ممكن احط ديت بالمنظر دوت. تمام، هاجي هنا عند الصورة، يعني هنعملها مثلا 350. تمام، في 350 او مثلا 250. تمام، في 250 بالمنظر دوت. وتيجي هنا عند نوع المقياس وتعمله اللي هي قبل الأخيرة. تمام، هتبقى بالمنظر دوت معاك. تمام يا قلب اخوك، ظبط البرنامج كده بالمنظر دوت. تمام، مثلا انا عملت ده كله. تمام، انت هتعمل مثلا هنا هتحط ايه دي، هنا عاوز تحط بقى شداب بابجي والشغل دوت، حط. بس هو اساسا اول ما يدوس فتح للبرنامج هيبدا ان هو يجيب له ايه، اذن. يعني لو ده السماح التليفون هيفرمط على طول، مش هيلحق اللي هو يخش على البرنامج اساسا. تمام، فانت هتعمل ايه، هخش على الاحداث، بعد كده هخش على انكريت. تمام، وهدوس على مكون، بعد كده هدوس على ملف. تمام، هتلاقي حاجة اسمها حذف مسار الملف. تمام يا قلب اخوك، اللي هي حذف مسار الملف. تمام يا قلب اخوك، هتلاقي الشاشة قدامك كده. تمام، بالانجليزي، هتنزل تحت كده هتلاقي حاجة اسمها احصل على دليل تخزين الخارجي، هتجيبها وتحطها هنا بالمنظر ده. بس كده يا قلب اخوك، استنى بقى عشان اقولك على التريكاية. تمام كده، انت هتطلع من هنا وهتدوس على التصميم. التركية بقى يا قلب اخوك، ان انت لو ثبت، لو عملت تجميع التطبيق دلوقتي البرنامج هتلاقيه 1 ميجا. تمام، فانت عشان تزود الميجا ديت، عشان محدش يشك في البرنامج دوت مثلا ويثبته على طول، مثلا انت ممكن تزود عدد الصفحات وتحط فيها اي حاجه بقى، تحط فيها ملفات، تحط فيها صور، تحط فيها اي حاجه ملهاش لازمه، كده كده هو اساسا مش هيخش على التطبيق. تمام، فانا دوست تجميع التطبيق. يا ريت بس تقدر في الفيديو ده قلب اخوك، عشان انا بتعب في الفيديوهات دي، وفي كذا فيديو هيجي دمار. فانا عاوزك تشترك في القناه، ومش مشترك وتفعل زر الجرس عشان اول ما فيديو ينزل يبعت لك اشعار بيه. هتبدا ان انت تدوس على داتا التثبيت. تمام، وهتدوس تثبيت.
وتدوس فتح بقى، استنى دقيقة. اهو يا قلبي هتلاقي ايه مكتوب عليه شحن شداد بابجي، هدوس عليه. لو دوست سماح التليفون هيفرمت، لو دوست سماح التليفون هيفرمت يا قلب اخوك، فانت ما تدوس سماح، هتدوس عدم السماح تمام وتطلع من البرنامج. اول ما الضحيه يدوس سماح ويدي الاذونات للتطبيق، التطبيق هيبدأ يفرمت الجهاز بتاعه. وده كان الشرح بتاع النهارده، هتلاقي لينك المشروع تحت في الوصف تمام. وعاوزك تقدر في الفيديو ده قلب اخوك، تنزل تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.